اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم حكابات. تقدرون تشوفون كل حلقاتنا على المواقع اللي تطلع دائما في اسفل الشاشه على السوشيال ميديا انستغرام والفيسبوك واليوتيوب. ايضا تقدرون تواصلون ويانا على موقعنا الخاص www.صوتالمستقبل.com. اخيرا راح سمعنا اكو راح يصير تعداد سكاني في العراق راح يكون الكترونيا بعد 22 سنه عن اخر تعداد سكان بالعراق، واحنا لحد اليوم ما نعرف العراق ايش قد يعني. حتى في التصريح الاخير للسيد مصطفى الكاظمي في مؤتمر الصحفي الاخير قال العراق اول مره قال تقريبا 40 مليون بعدين قال 39 مليون، فلحد الان يعني ماكو تعداد بالعراق صار 22 سنه. حتى نتكلم اكثر عن هذا الموضوع ونشوف شنو التعداد الالكتروني وشنو حتى اهميته يعني بالاستوديو الناطق الرسمي لوزاره التخطيط الاستاذ عبد الزهر الهنداوي. اهلا وسهلا بك استاذ. حياك الله دكتور مصطفى وحي المشاهدين ايضا، اهلا وسهلا. شكرا جزيلا لك استاذ. بالبدايه شنو اهميه التعداد يعني والالكتروني تحديدا؟ شكرا جزيلا. هو بصرف النظر اذا كان الكتروني او تقليدي يدوي، بالنتيجه هو اهميه التعداد كبيره جدا، تكمن في انه يعطينا قاعده بيانات شامله وكامله عن واقع الحياه. يعني بصوره ادق انه مثل تاخذ لقطه صوره لمشهد معين في لحظه معينه، هذه الصوره راح تعطيك تفاصيل كل هذا المشهد، ما صغر منها وما كبر. يعني تشوف الصوره واضحه عندك، بناء على هذه الصوره راح تحدد خططك وسياساتك واقتصادك وكل شيء. يعني بمعنى آخر أنه من خلال هذه الصورة اللي هي يوفرها التعداد السكاني اللي هي قاعدة البيانات، من خلالها يمكن أن نعرف كم نحتاج من المدارس، نعرف كم نحتاج من المشافي ومراكز الصحية، نعرف كم نحتاج من الطرق، كم لدينا من المعاقين، كم نسبة التعليم، الواقع الزراعي والحيازات الزراعية، الواقع التجاري، ما يمتلكه الفرد من إمكانات اقتصادية ومالية إلى آخره. كل هذه التفاصيل حقيقة تتضمن يعني ينتجها لنا التعداد العام للسكان من خلال الاستمارة الخاصة بالتعداد اللي تتضمن حوالي 65 أو ربما أحيانا 70 سؤال. نتيجة هذه قاعدة البيانات تمثل أهمية يعني غير مسبوقة، أهمية استثنائية لبلد مثل العراق لم يشهد تعدادا سكانيا منذ أكثر من 33 سنة. إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنه التعداد الأخير اللي شهد العراق بعام 1997 ما كان تعداد شامل مشمل إقليم كردستان. أيضا النتائج اللي توصلها التعداد لم تظهر إلا بعد مرور 3 سنوات 2001 تقريبا، والنتيجة فقدت قيمتها يعني التنموية. فآخر تعداد بهذا بمعنى أنه آخر تعداد شامل نفذ العراق في عام 1987. بالنتيجة إحنا أمام مسافة زمنية تقدر ب 33 أو 34 سنة. زين ليش يعني لو قاطعك أستاذ، ليش صارنا فترة منقطعين عن التعداد السكاني خاصة بعد 2003؟ بالضبط. بعد 2003 بصراحة جرت عدة محاولات لتنفيذ التعداد السكاني. أول محاولة كانت 2004، كان ظروف البلد غير مهيئة لتنفيذ التعداد، ف يعني ما توفقت هذه المحاولة. ثم ب 2007 أيضا الظروف ما كانت مناسبة، وصولا إلى 2010. 2010 بصراحة قطعنا شوط بعيد، يعني المحاولتين السابقة كانت يمكن مجرد أفكار وما وصلت إلى مراحل عملية. ب 2010 اللي بدأنا به من 2009 قطعنا مدى بعيد، وصلنا إلى المراحل النهائية إلى وقت التعداد السكاني. تعلم أنه التعداد السكاني هو يعني بسلسلة إجراءات واستعدادات تستمر لمدة سنتين، سنة ونص إلى سنتين حتى توصل قبل البدء. فتعداد 2010 كملنا كل المراحل الاستعدادية الأولى اللي هي تدريب العدادين وأيضا عمليات الترقيم والحصر والحزم وكل هذه مراحل التعداد اللي تسرق وقت طويل، كلها أنجزت بالكامل. وصلنا إلى المرحلة الأخيرة، مرحلة عد السكان اللي كان مقرر لها تكون يوم 22/10 من عام 2010. أثيرت قضية سياسية في حينها، قضية تتعلق بالمناطق المختلف عليها أو المتنازع عليها، وأيضا أثيرت قضية أخرى تتعلق بالقومية والدين، جهة تريد يعني تبقي هذا السؤال بالاستمارة وجهة ما تريد هذا السؤال يبقى. فشفنا وضعنا أمام ظرف قاسي جدا. تعلم أنه لأنه تعداد ميداني فنحتاج إلى توافق سياسي حتى كوادرنا تنزل للميدان، لأن احنا نتحدث عن 200 ألف عداد ينزلون للشارع في يوم التعداد. فبالنتيجة حقيقة فقدنا هذا الزخم الوطني الداعم للتعداد. شفنا نفسنا ما غير قادرين على نفذ التعداد في ظل هذه التقاطعات السياسية الحادة، اللي بالتأكيد إذا نفذ التعداد بأي حالة من الأحوال سيتم الطعن به من قبل جهات متعددة، وبالنتيجة راح يفقد قيمته
بالإضافة إلى ذلك أنه بعض المناطق في حينها لم يكن بالإمكان أن ندخلها وننفذ بها التعداد، خصوصاً هالمناطق المختلف عليها لأن إداراتها مختلف عليها أيضاً. بالنتيجة راح يفقد التعداد إحدى معايير الدولية. الأمم المتحدة وضعت معايير للتعدادات الناجحة اللي من أهمها أولاً الشمول، أنه يشمل كل أجزاء الوطن بدون استثناء حتى ولو قرية صغيرة، والتزامن أنه يجري في آن واحد في كل أنحاء البلد. يعني لا يمكن أن تجري التعداد في منطقة صباح ومنطقة عصر اليوم مثلاً ومنطقة أخرى بعد شهر أو بعد أسبوع. يفترض أن ينفذ التعداد في وقت واحد في كل أنحاء البلاد، وبالنتيجة حقيقة ما تمكننا أن ننفذ التعداد في عام 2010 بالرغم من الجهود الكبيرة، بالرغم من الأموال التي أنفقت وأيضا الاستعدادات الكبيرة التي جرى تنفيذها في ذلك الوقت. آخر محاولة كانت؟ هذه في عام 2010. صار دخول داعش بعدها، صار بعدها صار حقيقة دخل داعش ودخلنا بأزمة اقتصادية ب 2014. ب 2019 هذه نتحدث عن التعداد اللي نحن بصدد الآن، صدر قرار مجلس الوزراء من الحكومة السابقة أن تكلف وزارة التخطيط بتنفيذ تعداد عام سكاني، لأنه دائما في كل سنة إذا تلاحظون قانون الموازنة العامة للدولة سنويا يشير إلى التعداد العام للسكان فيما يتعلق بحصة أقليم كردستان من الموازنة. الفقرة تقول أنه يمنح أقليم كردستان نسبة كذا من الموازنة على أن تراجع هذه النسبة بعد تنفيذ التعداد العام للسكان، لأنه أكو أيضا اختلاف في حجم ونسبة سكان إقليم كردستان بالنسبة لسكان العراق. فدائما في كل سنة هناك فقرة تنص على أنه يعني لحين إجراء التعداد العام للسكان حتى نعرف بالضبط كم هي حصة إقليم كردستان. وهي هذه واحدة من مخرجات حقيقة، مخرجات مهمة للتعداد، أنه يعطينا صورة عن الحجم السكاني لكل منطقة من المناطق على مستوى القرية والناحية والقضاء والمحافظة وأيضا على المستوى الوطني. أكو نعم. أول قطعة أكو ناس يريدون يصير تعداد بالعراق، أكو جهات ما تريد التعداد يتم. يعني حاليا يعني بصراحة ضمن يعني قراءتنا المشهد وضمن يعني المواقف المعلنة يعني التعداد المقبل وجدنا مزاجا سياسيا داعما، يعني تقريبا الموقف بشكل عام داعم للتعداد، يعني لم نلمس موقف حاد لحد الآن بالضد من تنفيذ التعداد. يعني كل الفعاليات السياسية الاجتماعية يعني كلها حقيقة مؤيدة لتنفيذ التعداد، لا سيما بعد أن قدمنا يعني لدينا المستشار الوطني للتعداد الدكتور مهدي العلاق أعد مدونة سميت المدونة الوطنية لحشد التأييد للتعداد. هذه مدونة مهمة جدا وأقرت من قبل مجلس الوزراء، وحقيقة حظيت بتأييد كبير من كل الفعاليات السياسية والاجتماعية في البلد. بالنتيجة من خلال هذه المدونة، من خلال ما تضمنته من مبادئ أساسية ومهمة فيما يتعلق بتنفيذ التعداد، قرأنا أن هناك دعم للتعداد. حتى الأخوة في إقليم كردستان حقيقة لدينا تنسيق عالي المستوى معهم في الإقليم، وهناك يعني الحكومة على أعلى مستوياتها في الإقليم أكدت مباركتها ودعمها واستعدادها لأن ينفذ التعداد. يعني حددت التاريخ معين؟ هو حقيقة الأساس أساساً إحنا كنا حددنا شهر 11 من هذه السنة 2020. هذا الكلام منذ نهاية العام الماضي، يعني كان بالحكومة السابقة كان القرار أنه ينفذ، نعم كان القرار أنه ينفذ التعداد في شهر 11 شهر تشرين الثاني من عام 2020، ومضينا على هذا الأساس، مضينا باستعداداتنا، وأيضا حقيقة قطعنا شوط جيد. من بين الاستعدادات اللي نفذناها أنه أجرينا أربع تجارب صغيرة في أربع محافظات، واحدة في العاصمة بغداد والثانية في الأنبار والثالثة في البصرة والرابعة في محافظة أربيل بإقليم كردستان. اختارنا مناطق لا على التعيين، حضر وريف، ونفذنا بها تجارب صغيرة، اختبرنا بها الاستمارة الإلكترونية، وأيضا أردنا أن نقف على ما هي التحديات الممكن أن تواجهنا في تنفيذ التعداد. وبالنتيجة حقيقة التجربة وإن كانت صغيرة ولكن أعطتنا صورة أنه لدينا القدرة والإمكانية أن ننفذ تعدادا ناجحا ويحمل من المهنية والدقة مستوى عالي جدا. زين، برأيك راح يتم هالمرة التعداد لو لا؟ يعني بصورة عامة، يعني بصراحة الآن في ضوء المشهد العراقي، يعني ولا شك أنكم متابعون لما يجري في المشهد، احنا اليوم امام مشكلتين كبيرتين او تحديين كبيرين يواجهها العراق اليوم. التحدي الاول هو جائحة كورونا وما تسببت فيه من شلل لحركة الحياة بشكل عام. اليوم كل قطاعات التنمية في العالم وليس بالعراق تعاني تواجه شللا يعني مرعبا.
العراق اكيد تاثر كثيرا بهذه الازمه، وبالتالي نحن امام وضع صحي يعني يحدد الحركه. احنا بصراحه نتحدث عن كما قلت قبل قليل عن ما لا يقل عن 150 الف الى 200 الف عداد يعني يساهمون في تنفيذ التعداد. التعداد يتطلب ايضا تجمعات الاسر ان تتجمع في بيوتها وان يدخل العداد الى البيت وياخذ البيانات والمعلومات الكامله عن الاسره، وبالتالي هذا هنا راح ندخل في محذور، المحذور الصحي انه راح نكون امام تجمعات وهذه قد تكون فيها مشكله. التحدي الاخر هو التحدي المالي. احنا اليوم في انتهى النصف الاول من عام 2020 ولا توجد موازنه في البلد، فضلا عن ذلك احنا اليوم البلد يواجه مشكله اقتصاديه وازمه ماليه حاده بسبب تراجع اسعار النفط، وبالتالي قد يكون من الصعوبه بمكان ان نوفر التخصيصات الماليه اللي كنا طالبيها اصلا في مسوده الموازنه اللي قدمت من الحكومه السابقه. كنا طالبين 140 مليار دينار عراقي لتغطيه نفقات التعداد العام للسكان، ولكن لانه الموازنه الى الان لم تقر وانه البلد في ضائقه ماليه حاده جدا، فيعني ربما اقول ربما والقرار متروك للهيئه العليا للتعداد. يعني قريبا ستعقد اجتماعها الهيئه العليا برئاسه السيد وزير التخطيط وضم في عضويتها كل الوزارات ذات علاقه وايضا اقليم كردستان. ربما تتخذ الهيئه قرارا اذا ما وجدت صعوبه التنفيذ قد يؤجل العام المقبل، ولكن احنا الى هذه اللحظه بصراحه لهذه اللحظه جهاز مركز الاحصاء اللي هو معني بتنفيذ التعداد الى هذه اللحظه عملنا مستمر واجراءاتنا ماشيه، وايضا يعني هناك اجتماعات وهناك لقاءات وهناك تحديث بيانات وهناك متابعه لقضيه الصور الفضائيه وايضا متابعه مع الشركات اللي ستجهزنا بقضيه الاجهزه اللوحيه التابلتات. يعني هناك اجراءاتنا لحد الان احنا مستمرين ضمن توقيتاتنا الزمنيه، ولكن بعض فقرات الخطه خطه التنفيذ ايضا تعرضت ل يعني لعمليه تاخير بسبب اولا التظاهرات اللي حدثت في شهر تشرين الاول من العام الماضي تسببت في وقف عمل الوزاره لفتره من الزمن، لانه وزاره التخطيط موقعها تعلم انه قرب الجسر الجمهوري، فبالنتيجه بسبب الظرف الامني ومتطلبات حمايه التظاهرات يعني توقفت الوزاره عن العمل لفتره من الزمن الى ان باشرنا بعملنا بعد فتره. خلال هذه الفترة تأخرت بعض الفقرات عن تنفيذها، ثم بعد ذلك دخلنا بجائحة كورونا وما تسببته من إرباك وشلل لكثير من يعني صار سنة تقريبا احنا متوقفين بصورة عامة بالعراق، يعني اغلب دوائرنا متوقفة بالضبط يعني لأسباب كثيرة، وبالنتيجة يعني بعض مفردات الخطة اللي بها توقيتات زمنية، احنا خطتنا دقيقة جدا فيها توقيتات يعني بالشهر واليوم وحتى الساعة. ما نتحدث عن تنفيذ فقرات الخطة نقول في اليوم كذا في الساعة كذا سننفذ هذه الفقرة، عندما نصل إلى هذه تؤشر هذه الفقرة أنه نفذت و يعني سألكم فقرات غير منفذة بصراحة بسبب الوضع العام بسبب يعني جائحة كورونا هسه على وجه التحديد، لأنه أن التظاهرات ما تأخرنا بها كثيرا بسببها، يعني ما تأخرنا كثيرا، ولكن جائحة كورونا حقيقة أخرتنا كثيرا. واليوم حتى يعني حتى العمل اليوم بنسبة 25% يعني موظفو الدولة يعني يمارسون عملهم بنسبة 25%، وبالتالي معظم كوادرنا معطلة الآن يعني فأمامنا تحديات حقيقة تحديات ليست سهلة. إن شاء الله تعدي هذا الأزمة ونلحق. زين احنا 40 مليون لو لا؟ احنا سكاننا الآن تقريبا 40 مليون و 123 ألف سكان. احنا بصراحه دكتور مصطفى خل اعطيك معلومه والمشاهدين الكرام انه احنا هدف التعداد هو ليس الهدف هو الاساسي ليس معرفه عدد السكان فقط، وان كان هذا احدى مخرجات التعداد. احنا بالنسبه لعدد السكان ما عندنا مشكله، احنا سنويا نصدر تقرير بعدد السكان بشكل على مستوى الوطني على مستوى العراق وعلى مستوى المحافظات وحتى وصولا للاقضيه والناحيه. لدينا يعني معادلات احصائيه علميه نعتمدها في اليات حساب وعد السكان سنويا، والنتيجه نستطيع ان نعطي سنويا، وحتى لدينا قراءات وتقديرات مستقبلية لعشرين سنة مقبلة. حلو. لعدد سكان العراق حتى تقديراتنا يعني من الطرائف أنه في عام 1997 التعداد الأخير اللي نفذ في العراق كانت يعني الفرق بين تقديراتنا
اللي كنا واضعيها قبل تنفيذ التعداد وبعد ما نفذنا التعداد، الفرق بين تقديراتنا اللي هي تخمينية وبين ما أنتج التعداد كان 75 ألف نسمة فقط الفرق، يعني بين عدد اللي كنا احنا متوقعين وبين ما توصل للتعداد. بالنتيجة يعني الأرقام اللي نعتمدها احنا يعني قريبة من الواقع بنسبة يمكن تصل إلى 97%. يعني شنو الأهمية الأساسية؟ الأهمية مثل ما ذكرت في بداية الحديث، قلت أنه التعداد ينطينا صورة احتياجات، ينطينا صورة كاملة، حتى على أساس هذه الصورة نخطط نرسم سياسات ونخطط، لأنه لا يمكن لدولة أن تضع يعني خطط وسياسات من دون وجود بيانات ومؤشرات حقيقية عن واقع الحياة. اللي يمشي بدون مؤشرات كأنه مثل واحد يمشي في ظلمة ما يعرف ايش راح يلاقيه. المؤشر هي عبارة عن هو الضوء اللي ينير لك الطريق حتى تعتمد في رسم السياسات. أنا طبعا شاكر حضورك وشكرا لوقتك استاذ عبد الزهرة، واكيد ان لقاءات اخرى حتى نتكلم عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، احنا بسبب المظاهرات ممكن وبسبب فعلا كوفيد 19 فيروس كورونا تاخر كثير اشياء بالدوله، كثير اشياء كانت مخططه تتم، ولكنه حتى على المستوى الشخصي يعني كلنا كان عندنا مشاريع ممكن نريد نقدمها، ولكن بسبب هذه الجائحه وهذا الازمه تاخرت كثير المشاريع. نتمنى انه يا ربي تعدي هذه الازمه على خير وعلى سلامه على العراق وعلى العراقيين وعلى الامه، ويا ربي ان شاء الله يتم التعداد السكاني لاول مره من بعد 33 عام مثل ما ذكر استاذ عبد الزهره. صوتي معكم نهايه حلقتنا هذا اليوم، انتظروني بالحلقات القادمه. مع السلامه.